يلا، عارفة شو بتقولين؟ ايه. السلام عليكم، أنا مريم بنت عبد العزيز الصفان، فخورة بإعلاني أن تم ترشيح المجلس البلدي بقريتنا. التغيير كلمة كبيرة، والانتخابات هي الطريقة الوحيدة اللي نقدر نعرف فيها أن المجلس بصفنا. وأوعدكم إذا تم انتخابي أني راح أهتم وأعبد الطريق المؤدي لعيادتنا المحلية. المشروع الذي لطالما حلمت بتحقيقه، والقضية التي لن أتنازل عنها أبدا. صوتوا لي، أنا الدكتورة مريم الصفان، وساعدونا عشان نحسن ونطور بلدتنا الجميلة.